ما نقدرش نسمح فيه وما نقدرش نتخلى عليه، ولو كان وحيد الورجلين في قطرة نهزو بين يديا وما نتخلاش فيه. فاش كان بغي يهدزها كان بغي من قلبي ماشي كان كبير. يلا خطك أوقف معايا مسكين وساندني وما تخلاش عليا، حياتي كلها فيه دمعنا الكريم. كاش ما تخلاش عليا ما فاتنيش، وتانا ما تخلاش عليا بأي ظروف كانت. وبغيتو من قلبي علاش راه جلد وخمس كلمة عندوش، كيكافح بدراعو كيخدم وكيجيب ليا المهم طرف الخبز ديال الحلال. المغاربة ديالنا فين ما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن وقفوا معانا وساعدونا وساندونا بزاف. السلام عليكم اخوتي، معكم نعيمة. كما كتشوف اخوتي انا كنت مريضة، ودابا الله سبحانه وتعالى شاف من الحالة ديالي وانا بديت كنتحسن شوية بشوية، وانا كنشكر راجلي بزاف. اوقف معايا مسكين وساندني وما تخلاش عليا. ما تبكيش ما عمرني نتخلى عليك حتى نموت. وانا كنشكرو بزاف وبقى غنشكرو قليل في حقه، ما تخلاش عليا. وكما كتشوفوا اخوتي انتم الحاله ديالي هي الحمد لله، بعد اول حاجه راه صحتي بديت كنتحسن شويه وماشي بحال كما كنت. وهادشي اللي غنقول لكم اخوتي، كنشكر هاد السيد هذا بعدا اللي جا عندنا مسكين. من اللي وقعتي بي اش واقع تي في جا عندنا مسكين، وهو اللي صورنا وشافونا ناس عرفوا علينا ناس بالفضل ديالو هو، باش عرفنا على ناس وساعدونا وقفوا معنا الله يجازيهم بخير. وهو كنشكرو بزاف، الله يخلي له صحيحته ويخلي له الوالدين ديالو ويجعل سيدي ربي يحن عليه بالفضل ديالو، باش حنايا شافونا الناس وساعدونا وقفوا معنا. اش غادي نقول لك اخويا، الله يعمر لهم الدار. المغاربه ديالنا فين ما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن وقفوا معنا وساعدونا وساندونا بزاف، واخا غير بكلمه زوينه المهم كيهضروا معنا بكلام زوين وكيساعدونا بزاف، وعاونوني انا بزاف وعاونوا راجلي والله مالك الحمد، وانا كنشكرهم بزاف. والله يجعل سيدي ربي يجازيهم بخير ويخلي لهم الصحيحه ديالهم. كيما وقفوا معنا بغيت ربي يوقف معاهم في العواش. انا خويا ما نكذبش لك، انا راجلي اول مره كنبغي نتزوج فيه راه ما نقدرش نسمح فيه وما نقدرش نتخلى عليه، ولو كان وحيد الورجلي في خطره نهزو بين يديا وما نتخلاش عليه. فاش كنبغي يهدزها كنبغي من قلبي ماشي كنكذب. لا خطك تزوجنا. انا جيت غير صدفه ما كنتش كنعرفو كاع، جينا غير ضياف عند شي حد هنا. انا بنت مكناس وهو ولد هنا، وجينا غير ضياف عند شي حد هنا يعني عند العائله. ايوا تما فين شافني تما فين تعرف عليا تما فين. الجواز ديالنا ما طولش شهر صافي تخطبنا صافي درنا صافي تجوزنا. هذا هو السبب اخويا باش تعرفت عليا، انا ما كنتش كنعرف هاد السيد كاع. لقيت فيه داكشي اللي بغيت، واحد السيد مكافح وبدراعو خدام وما كيرضاش بشي حاجه اللي ماشي هي ديالو، وراجل معنى الكلمه، وهذاك الشيء هو اللي خليني نشد فيه بيدي ورجلي وبغيته من قلبي. علاش راه جل وخمس كلمه ما عندوش، كيكافح بدراعو كيخدم وكيجيب ليا المهم طرف الخبز ديال الحلال. هذاك هو اللي جعلني انا ما نتخلاش على فيه. كان مسكين كي انا هنا ناعسه وكنطلب الناس كتجي في مقريتي دابا الطوموبيل ديالك ما علاقاش ما عندهاش منين تدخل، وكيهزني مسكين بين يديه ولا يهزني على ظهره وخلني حتى تما يديني ويديني في لابيلاس نمشيو للطبيب وقف معايا وجرى معايا وزعما تنهزو على كتفو يهزني مسكين على كتفو ولا يهزني بين يديه الحمد لله طلعني ويهبطني وزعما وجرى معايا وقف معايا، وداك الشيء هو اللي خلاني ما نتخلاش عليه ولو بالموت ما نتخلاش على فيه بزاف. بقاش انا اهتمام ما عنديش الاب عندي غير امي خوتي فقط الحال، نشوف فيه كل شيء حياتي كلها فيه بمعنى الكلمة. بقاش ما تخلاش عليا ما فاتنيش، وتانا ما تخلاش عليه بأي ظروف كانت. الحمد لله الإنسان اللي هو الإنسان راه خص مهما تزوج بالزوجة ديالو خصو يتهلا فيها ويتهلا فيه. اش غادي نقول لك، المهم أنا كنطلب من الله إلا تبدلت حياتنا
نتمنى ان شاء الله شي عيشه تولي احسن ونبدلوا حياتنا حتى حنا ونعيشوا حتى حنا بحالنا بحال الناس. وهذا هو خويا اللي ما كرهتش انا نعيش بخير ونعيش انا يكون عندي حتى انا دويره زوينه ويكون عندي حتى انا حياه زوينه وتكون ونبدل هذه المعاناه ونبدل هذا الشيء. ما كرهتش اخويا ولو الحمد لله ولو ساكنت تحت القصب انا كنت ديما حامد الله وديما فرحانين وعايشين في السعاده ولو غير تحت القصب. عمري خويا حلمت بها حتى الحلم. شتي الحلم؟ ما عمري في حياتي حلمت انا بلي راه يجوا عندي صحافه وغادي نبان وغادي ندير شي. اول مره فاش جاوا عندي صحافه راني كنهضر وفمي ما كتسقمليش الهضره ما كتبغيش تخرج. يد دموع غير كنبكي باش نهضر ما كنقدرش نهضر. دابا معاك انت راه تعوضت شويه وهضرت شويه وما فاش جاو عندنا الصحافه الاولين ما هضرتش ما قديتش ما نكذبش عليك اخويا الفرحه ديالي ما قدني فرحه واكثريه كنتمنى دابا من الله فاش يمشي يدير العمليه وخرج يخرج كيشوفني فيها كنتمنى من القلب. مازال تبع العمليه ان شاء الله في هذا رمضان باذن الله غدا ان شاء الله مسكين غادي يمشي ما عرفتش اش غادي يقولوا له واش غيعطيوه راه ديفو واش غادي مازال ما عرفناش زعما شنو محدد ما نتهنا حتى نشوفو دار عمليه وتنشوفو بقى كيشوف وقا دابا راني شويه راه الحمد لله ولكن القلب ديالي ما مهانيش حسيت يبدا الحمد لله نشوفو تنعيو كيدوز عمليه ان شاء الله الحمد لله عاد ديك الساعات غادي نتهنا. راجلي انا كنشكرو بزاف وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يشافيه ويعافيه في هذا رمضان وهذا الشهر الكريم اللي دخل على ام سيدنا محمد كامله والله يجعل ربي يسهل عليه هادشي اللي غنطلب ليه. القناه ديالنا سميتها فريد نعيمه. كنبغي نقول لهم خوتي يدخلوا عندنا ويساعدونا ويعاونونا في القناه ديالنا. حنا مازال ما كنتخلصوش عليها حنا غير محسنين اللي ساعدونا باش نديروا هاد القناه هذه باش تعاونا شويه على المصاريف ديال الدواء وعلى العيش اليوميه. انت عارف راجلي مريض ما كيشوفش وانا انا اللي غادي ندخل زعما نخدم ولا نكافح شي حاجه انا مريضه ما قداش ما عندناش اللي يخدم علينا ودرنا هاد القناه باش تعاوننا شويه. الساعه مازال اخويا ما مشاهده فيها ضعيفه ومازال ما كنتخلصوش عليها. مازال كنلوحوا الفيديو كيشوفوه 40 ديال الناس 50 نعيمه كنشكرها بزاف حيت هي ما تخلاتش عليا كافحت معايا جراتني الماكله كنت ما تنشوفش كتقرب لي الحاجه اللي يدي وما تخلاتش عليا وانا راه وعد ما عمرني نتخلى عليها. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.